السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الأولى من مادة الجيولوجيا الهندسية. إن شاء الله اليوم وصلنا محاضرة رقم 14 وهي المحاضرة الأخيرة ضمن المنهاج اللي راح نتناول به مادة الجيولوجيا الهندسية. موضوعنا لهذا اليوم يتناول نفاذية التربو سويل بيرمابيليتي. ماذا يقصد بالسويل بيرمابيليتي أو نفاذية التربو؟ صراحة هذا الموضوع جدا مهم وانت راح تاخذه بشكل تفصيلي ان شاء الله بالمرحله الثالثه ضمن ماده ميكانيك التربو السويل ميكانيك. هنا راح نتطرق له بشكل بسيط جدا. السويل بيرمابيليتي يقصد بها هي خاصيه التربه probability of the soil to transmit لانتقال الماء and air is one لانتقال الماء او الهواء خلالها is one of the most important qualities to consider for fish culture. شو يقصد بها؟ يقصد ان هي خاصية جدا مهمة نعبر بها عن محتوى التربة او قابلية التربة على نقلها للماء والهواء او غيرها. يعني في بعض الاحيان نقول هاي التربة نفاذيتها عالية او هاي التربة نفاذيتها قليلة. يعني شو نقصد بها؟ يعني يقصد انتقال الماء خلالها يكون بشكل جدا عالي، تمام عيني، او يكون بشكل قليل. نجي a bond built to improbable soil، الغرض من عدها او lateral water seepage. هذا إذن التعريف الخاص بالسويل بيرمابيليتي مطلوب من عندك بشكل بسيط جدا. The more permeable soil، أكثر المواد اللي هي تمتلك نفاذية. شلون أنا أقول هاي المادة نفاذة جدا؟ عندما تكون تمتلك خاصية تسرب عالية. يعني يقصد بها هاي مطلوب جدا مهمة. The more permeable soil يقصد بها يعني lead to the greater of the seepage. يعني كل ما يكون نسبة التسرب عالية، إذا شو نقول نفاذيتها جدا عالية. Some soil is so permeable، تكون جدا نفاذة and seepage، تمام عيني، ولا يمكن تكوين بحيرة خلالها. It's not impossible to build a pond without special construction. يعني ما أقدر بهذه التربة أبني بحيرة تحتوي على ماء، لأن الماء بكل الأحوال راح يروح يتسرب. لذلك إذا ردت أني أصمم بحيرة في هذه المكان لابد ما أستخدم تقنيات خاصة بالبناء، يعني كأن يكون أبطنها لهذه القناة أو غيرها. لاحظ هسه هاي هنا وكأنه بحيرة قائمة سويتها أني قائمة على تربة رملية. لاحظ التسرب اللي يصير هنا للمياه. لاحظ هنا بالصورة الثانية بعد فترة تشوف كمية الماء جدا قلت. فهذا التعريف اللي يقصد به permeable أو permeable soil يقصد بها the greater of the seepage. هذا جدا مهم ومطلوب من عندك. هذا هنا تفصيل بصورة عامة. يقول soil are generally made up layer، التربة بصورة عامة مو homogeneous، دائما تكون heterogeneous يعني غير متجانسة، وتتألف من طبقات عديدة. هذه الطبقات تكون مختلفة بالتوزيع الحبيبي various greatly from layer to another before bonded construction. لذلك أنا قبل ما أنشأ أي بناية عندي سيد غيرها ضروري أنا الموقع اللي حأسوي به البوزيشن أتأكد من قابلية أو نفاذيته، تمام يعني design of the bond should be avoided. حتى ليش؟ حتى أتجنب الطبقات النفاذة اللي راح يسبب لي شنو خسائر بالماء excessive water losses into the subsoil by seepage. لاحظ هسه هنا السد قائم في منطقة الأبستريم على الداونستريم، هذا الووتر لوسز راح يعبر للجهة الثانية. فأنا ضرورة جدا أفحص منطقة الدراسة البوزيشن مالتها حتى أتأكد من الليارات مال التربة. شنو العوامل اللي تأثر على السويل بيرمابيليتي؟ شنو العوامل اللي تأثر على نفاذية التربة؟ هاي مطلوبة ومهمة. أول شيء sometimes are extremely localization، يقصد بها الكراك. كل ما زادت الشقوق والفتحات الهولز معناها زادت قابلية نفاذية التربة، تمام يعني هي أهم خاصتين يقصد بهن actual permeability measurement، the good study of soil properties essential check observation of طبيعة السويل texture. إذا عندنا كم نقطة؟ number one وجود الكراكات and holes، اثنين طبيعة أصلا نسجة التربة السويل texture. يعني شو يقصد بها؟ التربة كل ما كانت رملية تكون قابلية نفاذيتها عالية، لما تكون طينية تكون قابلية نفاذيتها قليل. إذا ثلاث نقاط ذني ضروري تنتبهون عليهم. البيرمابيليتي عادة هاي أهم نقطة بيهن، تختلف استنادا إلى تركيب التربة soil structure. كل ما كان تربية ترتيب التربة، لاحظ أنا سويت لك هنا جدول، هذا جدول للإطلاع، تمام يعني لاحظ التراب والكلي أو الفاين أو اللايمستون أو ساندستون هذا يتصنف من السلو إلى فري. لاحظ هسه أعلى نفاذية أفرج البيرمابيليتي، الساند إيش قد نفاذيته بالساعة كسنتيمتر؟ خمسة.
الساندي لوم يكون أنعم من عنده 2.5، اللوم الطين أو الغريان، الكلي السلت كلي والكلي الطين تماما. شوف لاحظ، لاحظ النفاذية، هذا الساند الرمل قد نفاذيته كلش عالية، وهكذا تتدرج باقي السولتيك استرتباعا. فهذا الأمور أريدكم تخلوها ببالك، يعني ممكن أجيب لك آني أنه أكثر هاي القيم مطلوبة من عندك، يعني تحفظها أنه الساند قد قيمته معدل كأفرج بيرمابلتي، اللي بعده يجي ياه هو الثاني كترتيب، او ممكن اطلب اياه اقول لك رتب لي السويل تكستشر اكوردنج تو ذا بير موبيليتي، استنادا الى نفاذيتها، فترتب لي اياها بهذا الشكل. تمام عيني؟ السويل بير موبيليتي كلاسز تصنيفات يقصد بها البير موبيليتي ريت، يعني معدل النفاذيه، شنو معناه البير موبيليتي ريت؟ وشنو يقيس هو مقدار الريت اوف ووتر، تعريفه مطلوب، هو الريت اوف ووتر فلوينج ثرو اوف سويل خلال فترة معينة، هذا تعريف البير موبيليتي ريت مطلوب من عندك طلاب بالامتحانات، هو معناه مقدار كمية الماء العابرة خلال التربة، خلال في يعني من خلال التربة عنده فترة زمنية محددة، يسمونها البير موبيليتي ريت. معامل النفاذية أيضا يقاس بالسنتيمتر على الدي، هذا لاحظ هنا أنا دي يقيس طريقة الكونستانت حتى أقيس نفاذية تربة معينة يعني داخل المختبر. فهذا الاوفر اوت فلو بالمناسبة، هذا انا ما راح اتعمق لكم به، لان راح تاخذه انت ان شاء الله بالثالث بشكل تفصيلي جدا ضمن التربة، يعني تحضير اذا كانت التربة طينية وتربة غرينية او رملية، وراح تلاحظون هذه الامور بشكل تفصيلي شلون، وايضا اصلا تاخذونه بالثالث ضمن مختبر ميكانيك ميكانيك التربة، راح تعرفون شلون تقيسون البيرموبيليتي مختبريا بدون ما انه حتى تتعبون. هذا الموضوع جدا بسيط، راح اعطيكم مسألة عليه بسيطة اطلب من عندك، يقول لك خلال كولوم من الماء الار اللي خاص بي واللينث، تمام عيني، ان اوفر فلو الاتش 1 ضروري جدا انطك اياه، اللي هو شو مثل لك الاتش 1؟ الاتش 1 هذا لاحظ، هذا هو، هذا الدي اتش، هذا الاتش 1 ارتفاع الماء من الاعلى الى هنا، الاتش 2 هو ارتفاع الماء بالانبوبة من هنا الى هنا، هذا الاوفر فلو. فأنطيك المعلومات هذه بالسؤال بهذا الشكل، بيزوميتر احسب لي الانرجي لاين غيرها، اول شيء او التصريف بحساب البيرموبيليتي، من اقول لك عمود من الماء فايند البيرموبيليتي او مجدر البيرموبيليتي البروبوشن استنادا باستخدام قانون دارسي، هذا جدا جدا مهم، هذا السؤال جدا مهم. الكيو ساوند الكي في الاي في الدي اتش في الدي، القانون الرئيسي الخاص بي، الكيو يقصد بيه الفلوريت اللي هو كيو يعني متر تقريبا على السكند، وكذلك الكروس سكشنال اريا، الاريا هاي يقصد بيها يعني اما باي دي تربيع او باي ار تربيع او باي دي تربيع على 4، الدي اتش الهيد دروب شلون طلع الدي اتش، هو اتش 1 ناقص اتش 2، الال كذلك، يعني بس تفهم هذا القانون وتفهم هذه كل رمز من عنده شو يمثل لك، هذا الهيدروليك كونتكتيفيتي، هذا انا اعطيك اياه بالسؤال كقيمه، انا اقول لك اذا علمت ان الهيدروليك كونتكتيفيتي بهذه الصيغه، تمام عيني؟ فتجي انت تحل بهذه بكل سهولة، رأسا تطبق هذا القانون فقط، الاريا كذا، هاي الاريا تحسبها، تحسب لي قيمة شنو المطلوب، مطلوب عندك تصريف، تحسب التصريف، تمام عيني، بسهولة جدا، اسيوم اذا مجر كذا، احسب لي حسب ايش طالب الدسشارج، طالب معامل النفاذية، اغلب الاحيان انا اطلب من عندك معامل النفاذية، اقول لك احسب لي معامل النفاذية مال التربة، انطيك التصريف وانطيك المعاملات اللي تحسب بها الاريا اللي هي باي دي تربيع، الباي هي النسبة الثابتة 3.14 تعرفونها، في الدي تربيع هو قطر أو عمق الدورة الزجاجي، في الدي اتش على دي ال يقصد بالدي اتش يقصد ارتفاع أو مقدار الفاريشن أو التغاير اللي يصير في عمود الماء، تمام عيني، هاي المسألة جدا مهمة تنحل استناد إلى قانون دارسي مطلوبة من عندكم. الطريقة الثانية يسموها الطريقة الصناعية أو الطريقة الحقلية، يحضر بطريقة مع الحقلية يسوي المجرمنت قياس السبب بالموبيلتي للتربة بالحقل، هذه معلومات عامة فقط، إيجاد كذا عمل حفرة بهذه الأمور، هذه معلومات عامة جدا أريدك فقط تعرفها، هذا مطلوب من عندك هنا، إذا أطلب من عندك أني بال يعني كقيمة، هذا السؤال مطلوب من عندك، أجيب لك سؤال وأقول لك إذا أنت علمت إنه أني دا أقيس البير موبيلتي بالحقل فولد فلت، تمام عيني، انطيك قيمة الاتش الهيد وانطيك قيمة الدي، تمام، بهذه الامور وانطيك قيمة التي 1 وقيمة التي 2 بهذا الموضوع، الدي تربيع هو الراديوس اوف ذا هول، قيمة الاتش 1 والاتش 2 قيمة التي 1 والتي 2 هاي مطلوبة من عندك، فانا انطيك قيمة مثلا اتش 1 اتش 2 انطيك تي 2 تي 1 تي 2
بطلب من عندك تحساب تحسب لي البرمودات، لأن أصلا هو الموضوع عبارة عن كيفية حساب نفاذية التربة، سواء كانت أما بالطريقة هاي اللي أخذناها احنا نسميها الفولد ميجرمنت أو الطريقة المختبرية، لكن هذه القوانين الاثنين بهاي المحاضرة جدا مهم، يعني راح تجي عليه المسائل بالامتحان اللي هو الخاص هذا الثاني بالطريقة احنا نسميها العفو، الطريقة هاي الثانية الطريقة الحقلية، شلون أنا أقيس نفاذية التربة باستخدام الطريقة الحقلية. والطريقة اللي قبلها هاي يسموها الطريقة المختبرية لابورتوري ميثود، والطريقة الثانية يسمونها الفولد ميثود. انتوا حاليا لحد الآن معطيتكم انا اللابورتوري، الفولد الميثود يعني ان شاء الله تاخذونه على السنوات القادمة بإذن الله، ما احب اكثر المادة عليكم اكثر من اللازم. الى هنا سلاحوا هنا هاي معلومات عامة قلت لكم انه تعرف ايش قد احفر وايش قد اخلي، لكن هذا القانون الخاص بالفولد ميجرمنت مطلوب من عندك، يساوي لك اللي تربيع فيل من اتش واحد على اتش اثنين، اثنين تي اثنين ناقص تي واحد، تمام عيني؟ تحسب المعادلة بهذا الشكل وبالتالي نقدر نحسب احنا البيرموبيلتي. وارجع واقول عندنا نوعين من البيرموبيلتي، البيرموبيلتي الاولى اللي هي ممكن اني اقيسها بالمختبر، البيرموبيلتي رقم اثنين ممكن اني اقيسها يعني بالحقل، يسمونها الفولد ميجرمنت او لابورتري ميجرمنت. الى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، لا اي احد عنده سؤال او استفسار يقدر راسلنا على القناة ان شاء الله نجاوبكم. نلتقي بكم على خير، دمتم بامان الله وحفظه.